هنا هذا كريدت كارد أنا أقصه هذا هو الحل الأفضل. مرات بتشتري سارة لبسة التكت فيها إلها سنة صح. أنا شريتها ولم أستخدمها. في مثل يقول ذهبت لتشتري شنطة فأعجبها حذاء فاشترت فستان. بالضبط. إيش الحل؟ التسوق بلا نقود سارة. يعني إيه؟ تنزل على المول وتتسوق بلا نقود. إذن بعد هيك من عادات أن لا تتسوق وأنت غاضب أو جوعان في رمضان. فرق ما بين ما قبل الفطور وما بعد الفطور توفير 27% في سلة الغذاء. يجب أن تكون لديك أرقام تقرأ في الميزانية. يعني إيش الحل هان؟ إنه أنت تحط ميزانية شهرية. لازم أكون عارف إيش بدي أصرف على الأكل، على المأكل، على المشرب، على هذه الأمور. لأنه المشكلة إذا أنا ضليت أصرف بلا وعي ها رح ألاقي نتائج سيئة جداً.